سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب السعودي سابقا اعتبر أن الاتحاد هو الأحق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم، وشدد على أن الأخضر السعودي يحتاج لتحسين أدائه وتحسين أداء خطه الدفاعي، ويحتاج أيضا لرأس حربة صريح حتى يترك بصمة في مونديال قطر 2022. علي شرعي. أحب أقول شكرا لمنتخب اللاعبين منتخبنا، ألف شكر صراحة، قدموا يعني قبل مباراتين تأهلوا كلنا معاهم. كأس العالم ما هو يعني سهل، كأس العالم يبغى له جهد، يبغى لهم يشدوا حيلهم، إذا يبغى يسووا بصمة يعني. شوف أكثر النجوم لأنهم لعبوا كأس العالم إلى يومك بصمة، رابح ماجر، ريلاندو، روندينو، كارلوس ألبرتو، العالم هذه اللي يسوي بصمة كأس العالم يبقى. من حقنا فيك الخار. المجموعة الحالية قادرة أنها توصل دور 16 اللي وصلتوا له أنتوا في 94؟ والله شوف، إحنا لازم نحسن الدفاع، لازم رؤوس حربة يكون عندنا. يعني إحنا في 94 كان عندنا أربع سناترة، خمسة محاور، رؤوس حربة ماجد، حمزة دريس، سامي، مهلل، شيان، كلهم كانوا رؤوس حربة. الآن رأس حربة ما عندنا صراحة، يعني أنا أقول لك أهداف تيجي يعني، واللي بيجيب البدلة صراحة ما قصروا صراحة. اثنين اللي بيلعبوا السمر اللي بيلعبوا، واحد في الفتحة ما أعتقد اللي بالمنتخب، رأس البريكان ما شاء الله، نعم، والشهري يعني. لكن نبغى رأس حربة اللي هو يكونوا اثنين يتساعدوا مع بعض، ولكن ما فيه صراحة يعني، ما فيه اللي هو رأس حربة صريح، ما فيه. طوخ باخذك في الدوري، الدوري المين أنت فين شايفه؟ والله الدوري أنا من ناحيتي أشوفه للاتحاد، والاتحاد الأحق يعني صراحة، الاتحاد هو أحق بالدوري، لعب كسب جمع نقاط صراحة، خسائر عنده قليلة رغم الظروف، لكن فريق يستاهل صراحة أنه يأخذ الدوري. يعني ظلم لو ما يأخذ الاتحاد، ظلم. هات الفريقين اللي جاية. والله أشوف الهلال جاهز صراحة، بيلعب آسيا، بيلعب يعني الهلال جن، أعتبره زي الجن صراحة، بيلعبوا ما بيوقفوا، لعيبتهم ما بيوقفوا. ونضج سلمان الفرج ما شاء الله، يعني أي أحد يلعب بالشمال أنا أحبه، نضج سلمان يعني بيلعب الآن يعني أكثر واحد خبرة هو. سالم الدوسي بيلعب صح، الشهري، شهراني، كثير أجانبهم كويسين. هلا اللي من إحساسي من كلام سعيد العويران إنه بتوقع الفوز للهلال على الاتحاد. لا هو يقول الاتحاد شيل عن الموضوع، قال لك أحق بالدوري، عم بيحكي سأله عن المباراة قال له لا الهلال ما جاب سيرة الاتحاد، إلا الهلال يلعب والهلال يلعب والهلال مولع. الهلال هو قصده أجهز إنه جاي من البطولة الآسيوية، لكن أنا أشوف إن الهلال مرهق أكثر من الاتحاد. ضغط المباريات، كنت أتكلم يا دكتور، ضغط المباريات اللي حاصل على الهلال والإصابات اللي حاصل على الهلال بسببها ضغط المباريات. لا تنسى اليوم هو يسافر من مكان لمكان على أساس الحين هو. بس كنت عم بتقول تحت إنه لو الفيحة ما فاز على الهلال كان ممكن الدوري يروح للهلال. ولو الفتح ما تعادل مع الاتحاد كان ريح الاتحاد. يعني فوز خسارة الهلال راح أخذت منه 3 نقاط، كان 58 مثل الاتحاد يعني. بس مشان ما نظلمه للكابتن سعيد قال لك البطولة الدوري أحق للاتحاد، وظلم إذا ما فاز فيها الاتحاد. معه على قصة رؤوس الحربة. هلا معه حق مصطفى اكيد، لانه ما عم نشوف نحن راس حربه صريح بالدوري السعودي، ما قلنا فراس البريكان والله يشفي صالح الشهري، وهلا عبد الله الحمدان بلش يلعب شوي اساسي مع عبد الله الحمدان. مين عبد الله الحمدان؟ عبد الله الحمدان. قلت حمد الله الحمدان. نو عبد الله الحمدان. عيدوا له الشريط، قال حمد الله الحمدان. ناطرني والله ما بعرف ناطرني، بس على زل واليوم بالذات مثل ما بدك حمد الله الحمدان. ايوه منيح. لو يتقارن المهاجمين للمنتخب السعودي السابقين والحين، فعلا ما في مهاجمين. لو باللغة العربية اسمه حرف امتناع لامتناع. أحب أدرسها بعد اللغة العربية. امتناع لامتناع. اليوم امتناع لامتناع. لا في لولا ما في نقارن. يلا أنا جيت من الساعة 11 يوم أحضر مباراة الانتر. نروح لفاصل أخير من الإعلان وبعده.